عملية التأليم عملية من العمليات الهامة لرأس النخل. عملية التأليم بتتم في ديسمبر ويناير، وليه قلنا ديسمبر ويناير؟ عشان احنا عارفين ان السوسة ما بتنشطش في الفترة بتاعة ديسمبر ويناير نتيجة البرودة، وبالتالي عايزين نستغلها عشان واحنا بنقطع بيظهر كرمون، والكرمون ده هو اللي بيجذب اللي سوسة النخيل، فاحنا عايزين نبعد عن مشاكل بتاعة مهاجمة سوسة النخيل للنخيل. فأنا نمرة واحد بطوش الفسايل لو فيها تحتها فسايل، وفي عندي نوعين من الفسايل، في فسايل جاهزة للزراعة ودي بطوش على القلب الكبير من فوقه واربط، لكن الفسايل الصغيرة اللي لسه قدامها سنين عبال ما تكبر جنب أمها فأنا بطوش على القلب الصغير واربط. وبعدين بعد ما نعمل عملية التطويش هو بيزيل الأوراق الصف الأخير اللي احنا بنتكلم عليه، زي ما انت ده بداير الايه النخله كلها تبدا تتكشف قدامه النخله ويبان العزوق القديمه والجراب اللي كان في الشماريخ الانثويه، فانا بشيلها لانها جافه ودي مصدر لاختباء الحشرات واطوارها في الموضوع ده، وهو بيطلع بعد الشتاء للمحصول وتهاجم المحصول القادم. في عملية مهمة جدا كتير بيغفل عنها اللي هي عملية إزالة الأشواك. فايدة إزالة الأشواك إنها تديني سهولة في إن العامل أو النخال اللي طالع يعمل عمليات الزراعية بتاعتها يعملها بكل سهولة وبسرعة وبكفاءة أعلى، بالإضافة إلى إنها إحنا عارفين إن الأشواك دي ممكن تعمل ثقوب في الثمار بعد ما كبر حجمها، وبالتالي بتدي فرصة لوجود حشرات عليها، وبالإضافة إلى التشوهات فبتقل الجودة بتاعتها عند التسويق. يبقى احنا كده عملنا العمليات الزراعية بتاعتنا كلها بالطرق اللي احنا اتكلمنا عليها.